نديروا نظام شبه رئاسي، يعني معناها نظام شبه برلماني، تخرج أغلبية في البرلمان، رئيس الجمهورية نقسموا صلاحياته بينه وبين رئيس الحكومة، باش ما يكونش مهيمن، باش ما يوليش فرعون، ويقدر يسحب الثقة من الحكومة ويسقطها، وكل أسبوع يستجوب في نهار الحكومة من الصباح لليل، يا وزير جاوب، يا وزير جاوب، يا وزير جاوب، اسأل وجاوب، واسأل وجاوب، والشعب يشوف ويتبع في التلفزيون.